الساعة 9:30 10 بشتغل لشي ساعة 1:00 1:30 بجي بتغدى برتاح لي شي ساعة ونص يعني الساعة 3 برجع على الشغل لشي ساعة 8 بالليل أوقات للتسعة أوقات للعشرة يعني حسب الشغل إذا كان في حركة ولا لا كيف ونفسك هيدا روتين نفس الشيء كل يوم مرة انعرض علي فرصة عمل أقرب إلى الاستعباد بصيدلية بدو يعني أشتغل من الساعة 9 الصبح للساعة 10 بالليل براتب 400,000 شو بيشكلوا لك 400,000 حسبتها 400,000 إذا بتحسبها بتطلع الساعة تبعتك بأقل من 1,000 ليرة وخاصة إنه واحد زي حكاية تعلم فني صيدلي ما في بإيده إلا غير هالمهنة ما فيش عندك مهنة اللي تقدر تشتغل فيها حتى تشتغل عامل يومي ما بتتقن أي عمل كعامل يومي لأنك طول حياتك تأسست واكتسبت خبرة فني صيدلي روح بدك تشتغل عامل بالليمون بالبناء بأي عامل زراعة عامل مهني ما فيش عندك اي كفاءة ومحدش بيستقبلك حتى تشتغل الانروة واسطات الانروة الك صاحب الك ظهر الك واسطة بتتعين قدمت 4 مرات ولا مرة استدعوني مرة واحدة للامتحان عملت امتحان خطي وهذاك وجه الضيف وما حدا استدعاه حاولت ادور بمستشفيات دورت بمستشفيات بتعرف المستشفى مهما كان كبير المستشفى بتاخذ واحد صيدلي كل ما استفلس ارجع اشتغل على السيارة ولحد هلا بعدني بشتغل على السيارة حتى السيارة اللي بنشتغل عليها يمكن يتبادر لذهن المشاهد انه بيشتغل على السيارة يعني عنده امكانيات مادية ان يملك سيارة احنا شغلنا كله مخالف السيارة تبعتي سيارة وجهة استعمالها خاص كل الطلاب كل الشباب والصبايا والبنات بدرسوا دراسة مجرد انه يكتسب عيشه واكل رزقه ما عم بدرس رفاهية لانه فيش عنده غير هالمجال انه لازم يحمل اي تخصص اي مهنة حتى يعيش انت يوم ما تختار مهنة وخاصة بهالبلد وخاصة انك فلسطيني ومضيق عليك من كل الجهات لكن وين هو سوق العمل بلبنان؟ سوق العمل بالنسبة للفلسطيني بلبنان الفلسطيني محاط يعني محاط بقيود ممنوع يشتغل إلا شغلات المفروضة إنه يشتغلها كأستاذ دار معلمين في سبلين خلص سنتين واسمك أستاذ
صاحب المدرسة الخاصة هو الأمر الناهي ولا المؤسسة. أي لحظة يزعل منك ممكن بوسط الشهر، ما في عقد بينك وبينه يحكمك. أعطينا عرض كتافك ببطلك وبجيب بدالك 20، أو بتلاقي يمكن الإنسان اللي ما درسش أي مادة أو ما درس أي مهنة اتسرب من المدرسة هو طفل صغير ما بيعرفش الألف باء كما يجب، حظي بفرصة عمل وصار عنده مردود مادي أحسن منك أنت اللي عندك تخصص عالي. متعلمين او غير متعلمين كان يلاقوا الحل في السفر في الهجرة، لانه عم بيلاقوا في فرص عمل برا، في مدخول، عم بيجمعوا فلوس، عم بيأمنوا مستقبلهم. لازم يكون في جامعة، يعني جامعة تابعة للأنروة نوعا ما حتى تحل مشاكل، جامعة تابعة للأنروة تأمن، يعني مش اقول لك كل الاختصاصات، اكبر قدر ممكن من الاختصاصات اللي تتناسب مع معالجة مشاكل الشعب الفلسطيني الموجودة. يعني نقوا اختصاصات تقدر تحل من الواقع الموجود، الا اذا كانت الانروا ما بدها تحل مشاكل، بدها تعقد المشاكل حتى يحل يلاقوا حل لمشكله اللاجئين الفلسطينيين ويرحلون من البلد هاي ويهربون، وما في تفسير الا هيك. هم بيفهموا وبيعرفوا وين الحل. تخيل لو الانروا بس عملت مستشفى واحد كم تستوعب من الموظفين، وكم بتوفر فلوس على الانروا بحد ذاتها وبتقدم خدمات افضل. الكل بيعرف احنا لاجئين، ارضنا يتمتع فيها الصهاينة رغم ذلك، وان يتمتعوا بالخيرات واحنا بنعيش لاجئين، بنروح بنحط اللوم على الامم المتحدة، على الدولة الدول المانحة، على الدولة المضيفة، وكأنهن هن أصحاب المشكلة. أنا بقول حتى عشان نطالب بحقنا مفروض يكون متعلم. يعني أنا بنصح الشباب صراحة، خصوصا اللي عم يدرسوا ما زال عم يدرسوا، إنه يجتهدوا في دراستهم وما يستسلموا للواقع اللي عايشين فيه، لأنه أنا قلت لك الحل في العلم، يعني في الوعي، انه يكونوا واعيين للوضع اللي احنا عايشين فيه. ومعالجة هالوضع ما بتتم الا اذا كان الواحد على درجة عالية من الثقافة والعلم، عرفت كيف؟ وان شاء الله يعني بيلاقوا الفرصة، الا ما يلاقوا في المستقبل. اذا ما العالم ما استقطب هالشباب المتعلم واتاح لهم فرصة العيش الكريم بإنسانية، هاي الشباب اذا تحولت، واحتمال كثير ان يتحولوا الى قنابل متفجرة في اي مجتمع من المجتمعات، وبالتالي قولوا عنهم إرهابيين أصوليين كيف ما شئتوا سموهم، النتيجة واحدة، الخراب سيكون يعم الجميع.